بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم أنا حكمت لكم ربع سيودة، ثلاثة سيودة وربع، هكا يقولوا ثلاثة سيودة وربع، السيودة هما السبعة والربع معروف، الله يبارك. نبداو بالسيرة، ما هي أخر أخبار سيرة؟ ثانية، تفضل. والله إحراج ولا؟ ماشي إحراج، كما قال يتسعون الكلام. أخويا سعداء جدا أننا هنا في المعرض الفن التشكيلي الذي نظمته دار الثقافة الفنانين مصاب وكذلك الشيخ محمد مطالب، يسعدنا جدا أن نكون ضمن هذه الكوكبة. نتمنى إن شاء الله هذه المسيرة تكون حافلة بالإنجازات، نتمنى إن شاء الله الرقي اللي تمثيلها في مجال الثقافة إن شاء الله، نتمنى إن شاء الله من كل الفنانين أنهم يشدوا الأزر لبعضهم وما يخلوش الفراغ ذلك، ما يخلوش الفراغ، يعني يدخل منهم الثقافيين والمتمدين والمتسلقين لكي يمزجوا علينا جو الثقافة وجو الهدوء لهذه المدينة الجميلة التي تتربع على مساحات شاسعة من الفن الأنقى، مدينة بوسعادة ومدينة سيدي عيسى ومدينة عيد عجل ومدينة المعاضين وكذلك مدينة الأتراك، هذه المدينة كذلك مدينة حمد الله التي الدوائر التي تسقى بالفنانين الذين هم في غاياه بالنسيان. نحتاج إلى رجل يخرج هذه الطاقات الكاملة وهذه الطاقات المغتبية وهذه الطاقات المنسية في مدينتنا الجميلة. تمنى شطار ويقول مثل ماك راجل إلا برجال برجال، هذه حاجة. والحاجة اللي هي مهمة جدا نشكر من أثث لهذا اللقاء اللي هو سي عبد الرشيد الطبي، لأن الصورة في حد ذاتها أثث الإنغرام وتأثث المستقبل في هذا المكان وهذا الزمن. أنت مشكور على هذا الفعل، بارك الله فيك وربي يسرك إن شاء الله. نشكر الفنان اللي حضر معنا والله هي الأخر إذا ما خلانا حتى واش نقولوا، والله ما خلانا واش نقولوا. وجهة النظر تاعي الحمد لله اليوم كشف زوج دوز ارتيست كانوا هنا وداروا ان كوبل في هذا في الاكسبوزيسيون هذه، ونطلبوا من هذه ان شاء الله تزيد تكبر هذه، يعودوا تروها يعودوا 4-5 ارتيست مع بعضهم. لا ها يديروا حتى يصنعوا فريق تاع ارتيست قادرين يمشيوا به الولايات الاخرى وما يقدموا امثله. هذا هو نور الهدى نال الجائزة مؤخرا، حابين نشوفوا انتباهها أولا حول الجائزة وش راح تقول في هذا الموضوع. تفضلي. صافي بليزير، جينا هنا ولقينا جماعة تاوعنا سي محمد و سي حمد ربي، مليحة أنه دار الثقافة احتضنت وجابت لنا بان تلاقاو بهم عندنا ما شفناهمش. وش رايك الجائزة اللي اديتيها لي؟ أكيد هل كان تكريم كافي اللي ما قدمتيه ولا تمنيتي أكثر؟ أكيد تكريم كافي وتحفيز وتشجيع. إن شاء الله تقدمي حوايج أحسن. أكيد وعلى لا لا إن شاء الله. أنا ننتظر فيه. أكيد وعدتي المجتمع بلي راح تقدمي حاجة. سامحني ممكن نقاطع كلام، لأنها لما تكلمت نور الهدى وتكلمت على الجائزة تاع فخامة رئيس الجمهورية، والله السيد رئيس الجمهورية، لأن كلمة فخامة راحت في العهد البائد. بالنسبة لنور الهدى نتمنى أن نور الهدى تنسى أنها نالت الجائزة، أنها تخمم في شيء واحد آخر، والجائزة هذيك تخليها في متحف الجمال، متحف الجمال الداخلي في قلبها، وتحاول أنها تخمم في إنجازات أخرى وتنسى الجائزة، لأنها بنسيان الجائزة أنها تحاول أنها تخمم في أشياء أجمل وأنها تطور من ذاتها وتطور من الصناعة تاع اليد تاعها في الفن التشكيلي. ونتمنى لها كل التوفيق ليها وكل الفنانين اللي يوليو تشكيلي إن شاء الله. الآن رانا مع السي علي هو الشاعر تاعنا، واش ممكن يقول؟ ما أقول لا أعد ما قاله الزملاء، وإنما الآن متواجدين في دار الثقافة. الشيء الجميل نحيي هذه الدؤمة المصممين على التحفة اللي يشوفوا فيها. أنا أسحب القصيدة التي قلتها سابقا عن الثقافة، هي في بيتين أقول: من الثقافة ما بقت لنا كلمة، وأهل العلم تخاصموا راحوا وشتات، والأمية تفاهموا داروا لما صاروا متفقين داروا جمعيات، وانا اقول لي منين يجيني الفهامه واستاذي كفيف ما يفسر كلمات. شكرا سي رشيد. ما فهمتش انا قصيدتي هذه، سحبتها على اساس انها كانت
هل هي نقدية ولا كانت نقدية؟ كانت كي سحبتها لازم تجي حاجة نورمال لما عندي هدية قصيدة بعد كي سحب حاجة حط بلاصة حاجة أخرى. هي رسالة للشباب هي على الأم اللي جابت سبعة اللي صبحت عايشة وحدها، هي لكل الناس. أقول جابت سبعة وعايشة ما ليها حد، وكل ما ربات ما جابت أولاد، اللي حاميها كان ضركة عنها صد خلاها وخلاوها فلدت الكباد، لو نعرفها نجيبها عندي تقعد بها لما جاء في يوم النهاية. بارك الله فيكم.